السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معي صديقتي الغالية، إن شاء الله تكونوا في تمام الصحة والعافية. اليوم بغيت نشارك معكم صبيعات ديال الكعك، كيجيو أكثر من رائعين، لا في الشكل ديالهم، لا في المذاق ديالهم، لا في القوام ديالهم، فراه كيجيو لذاذ لذاذ بزاف وكيذوبوا في الفم. كنتمنى صديقتي أنكم تكملوا معي الفيديو للآخر، لأنه الصراحة كيستحق المشاهدة وكيستحق أنكم تجربوه، راه كيجيو فتيين إلى جربتوه صديقتي، ما غاديش تندموا عليه. فغادي نقدر لكم واحد المرسوم باش كتشوفوا كي كيجي فتي بزاف. غادي نبداو على بركة الله. فهنا عندي كاس ديال السكر سنيدة، كاس ديال الزيت كما لاحظتوا غير مملوء، وغادي نضيف واحد ربع كاس ديال الزبدة ذوبتها. عندي ايضا نص كاس ديال الحليب، وغادي نستعين ايضا بجوج معلقة ديال ماء الزهر، جوج بيضات، جوج معلقة كبار ديال زنجلان مطحون، ما محمرش غير مطحون خضر نافع، وحبة حلاوة معلقة معلقة مطحونين، جوج فانيات وجوج خمارات. وعندي هنا الدقيق، عندي تقريبا 600 غرام ديال الدقيق، وغادي نشوف على حسب الكمية اللي غادي تدخل ليا في هاد المكونات كاملة. غادي نبدا اول حاجة بالبيض، اللي دائما خصو يكون بالحرارة ديال المطبخ باش كتجي الحلوة ديالنا ناجحة وكتجي سهلة في الخدمة ديالها. غادي نضيف قبيصة ديال الملحة، كاس ديال السكر سنيدة، فاللي كيبغي الحلاوة تكون باينة شوية يدير كاس وربع كاس ونص، فأنا كنبغي الحلاوة تكون شوية ناقصة في الحلويات وبالخصوص في هاد الكعك، فكنضيف غير كاس ديال السكر. فاللي كيبغي الحلاوة يدير كاس وربع حتى الكاس ونص. كنضيف كاس ديال الزيت وكنخلط الكل مزيان بالخلاط اليدوي. من بعد غادي نضيف ربع كاس ديال الزبدة اللي دايبة، دائما مع التحرك بالطرب. حتى تنحس بهم انسجموا مع بعضياتهم، تندوز داك النافع وحبة حلاوة معلقة معلقة، وجوج معالق كبار ديال الزنجلان العامرين مزيان مطحونين، ساشية ديال الفاني، فاسمحوا لي في الاول قلت لكم جوج ساشيات وانما غير ساشية واحدة، وكنخلطو مزيان، كيجيو منسمين رائعين بزاف. نص كاس ديال الحليب، وجوج معالق ديال ماء الزهر، جوج معالق كبار ماء الزهر، يكون نوعية ممتازة باش كيعطينا واحد النسمة اللي كتكون زوينة. كنخلط الكل مزيان، ومن بعد غادي نضيف الدقيق. فكما قلت لكم ان انا حطيت 600 غرام، وغادي نشوف واش غادي تدخل ليا كامله ولا لا. كنضيف الدقيق بالتدريج، ومن بعد غادي نضيف عليهم دوك جوج ساشيات ديال الخميره، المجموع ديال 14 غرام ديال الخميره ديال الحلويات. وغادي نبقى ندخل داك الدقيق بشويه بشويه حتى تيتجمع ليا العجين ديالي. طريقه جد سهله وبسيطه، وبالنسبه لهاد الصبيعات ديال الكعك فراه ما كياخذوش الوقت نهائيا، كيوجدوا الصراحه بسرعه، والمذاق ديالهم راه كيجي رائع، وكيكون فيهم واحد القوام لذيذ بزاف، وكيجي كيدوب في الفم، فيه القرمشه رائع. ان شاء الله الا جربتوه غادي يعجبكم. غادي نبقى نضيف الدقيق بالتدريج، كيخرج لينا كميه كبيره من الصبيعات ديال الكعك. فهنا راه قرب العجين يتجمع، غادي نضيف غير واحد الكميه قليله، وغادي نحاول انني ندخلها بلا ما ندلكوا العجينه، كندخلوها على هذا الشكل كيكون العجين ديالنا. فهنا تقريبا دخلت 500 غرام ديال الدقيق. كناخذ واحد الورق ديال الزبده او جوج بلاستيكات، كنحط فيهم العجينه وكنبدا كنسرحها بالدلاك حتى تنخليو فيها واحد السمك اللي ما كيكونش لا رقيق لا غليظ، كيكون السمك اللي هو معتدل، ما يكونش رقيق بزاف وما يكونش غليظ بزاف.
كنستمر هكا كنشكل العجين ديالي، ومن بعد غادي ناخذ واحد الشبيكه من بعد ما غادي نسرح العجين ديالي. فانا استعنت بالشبكه ديال الشوايه هكا اللي خديت بها العبارات باش خرجوا لي بنفس القياس. خديت كما غادي تلاحظوا معايا، خديت واحد الشبيكه ديال الشوايه. كيف يمكن لكم تستعنوا باي حاجه عندكم الطفره، ويمكن لكم تقطعوها قطع متساويه على حسب الرغبه ديالكم. فانا استعنت بهاد الشبيكه ديال الشوايه اللي درتها بحال طابع طبعت به هاد الكعك او هاد الصبيعه ديال الكعك. كيجيني القياس ديالهم قياس واحد صافي. من بعد كناخذ واحد الجراره او قطاعه او سكين على حسب الرغبه ديالكم، وكنتبعوا هاد الخطوط هادو حتى تنشكلوا القطع كاملين بنفس الطريقه. طريقه جد سهله وبسيطه، وهاد الطريقه ديال باش نطرسيو هكا كيسهل علينا اننا نخدموا الحلوه ديالنا بكل سهوله. فيمكن لكم ايضا صديقتي تستعملوا هكا غير شي مسطره وكتاخذوا العبار اللي بغيتو فعلى حسب الرغبه ديالكم، او تستعملوا شي مرشم اخر اللي كتفضلوا نتوما. فهذا اقتراح من عندي كنستعملوا، بغيت نشارك معكم اقتراح جد بسيط. فكنبقاو كنشكلوا هكا، وداك العجينه اللي شيطه لينا كنجمعوها حتى تنعاودوا نكوروها مع عجينه اخرى. غادي نستمر صديقتي بنفس الطريقه. فكما قلت لكم كتخليو السمك ديال العجينه شويه عالي، وما تغلطوش كتر من اللازم. ما تنسوش باننا دايرين جوج ديال الخمارات. غادي نكمل بهذا الشكل هذا صديقاتي، ونطلقوا من بعد ما نسالي التقطاع ديال الكعك ديالي او اصابع الكعك. هنا صديقتي من بعد ما ساليت التقطاع حطيتهم في صفيحه الفرن، كندهنهم بصفار ديال البيضه او بيضه كامله. ومن بعد غادي نرش لهم الوجه ديالهم بالزنجلان. بطبيعه الحال ما يكونش محمر لانه غادي يتحمر في الفران مع الطياب ديال الصبيعه ديال الكعك ديالنا. صديقتي جربوه ان شاء الله غادي يعجبكم، كيجي لذيذ لذيذ بزاف. فإلى عجبكم صديقتي الفيديو فكنتمنى انكم تخليوا لي اللايك ديالكم لانه كيشجعني بزاف، زياده على التعليق ديالكم اللي كنفرح بها. غادي ندخلهم الفران صديقتي، الفران اللي كيكون مسخن من قبل. كندخلهم الفران وكنشعل عليهم الفران غير من التحت، وكنخفض درجه الحراره لانه كان مسخن من قبل. كنخليهم كيطيبوا على المهل حتى تياخذوا واحد اللون مذهب من التحت، عاد باش كنشعل عليهم الفران من الفوق باش كياخذوا ايضا واحد اللون ايضا مذهب. كيجيو رائعين، كيجيو فيهم واحد اللذه رائعه رائعه بزاف. هنا صديقتي من بعد ما خرجتهم من الفران كيجيو على هذا الشكل، كيجيو محمرين. فانا سمح لي الاضاءه راه ما ساعدتنيش انني نبين لكم اللون ديالهم. كي كيجيو رائعين بزاف، فتيين مقرمشين بنانين، فيهم جميع المواصفات اللي ان شاء الله غادي يعجبوكم. وايضا فتيين كيذوبوا في الفم، غادي يعجبوكم ويعجبوا وليداتكم. فهاد الاشكال هادو كيعجبوا الوليدات الصغار. غادي نخليكم مع الصور النهائيه صديقتي ديال الصبيعه ديال الكعك، ان شاء الله تشوفوهم كيف غادي نقدموهم. كنتمنى لكم صديقتي كل خير، الى فيديو قادم ان شاء الله. الى اللقاء.